اليمن ملف لم يغب عن الساحة خلال عام 2018 الذي شارف على النهاية، فالعديد من التطورات السياسية والميدانية طرأت على البلد الذي مزقته الحرب والمجاعة. ميدانيا، حقق الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي تقدما على حساب المتمردين الحوثيين في أكثر من جبهة، منها تعز والبيضاء والجوف ومعقل الحوثيين صعدة. لكن التطور الميداني الأبرز هو عملية تحرير الحديدة، وهي عملية عسكرية أطلقها التحالف العربي والقوات الشرعية في منتصف يونيو لاستعادة السيطرة على المدينة ومينائها الاستراتيجي غربي البلاد. العملية العسكرية التي انطلقت بدعم إماراتي كبير توقفت بعد ضغوط أممية ومحاولات لوقف القتال وإدخال الحوثيين في مشاورات سلام مع الحكومة باءت بالفشل، فأطلق التحالف والحكومة الشرعية عملية عسكرية أخرى في 17 سبتمبر، لحقتها عملية أخرى في 2 نوفمبر. عملية الحديدة أسفرت عن سيطرة القوات الشرعية على الخطوط الرئيسية الرابطة بين صنعاء والحديدة ومنشآت حكومية وعسكرية عدة، وفي منتصف نوفمبر توغلت القوات الشرعية في معظم الشوارع الجنوبية والشرقية للمدينة، وها هي الحديدة قاب قوسين أو أدنى من سيطرة الجيش اليمني والتحالف عليها، لكن ميناءها الاستراتيجي يظل ورقة ثقيلة يراهن بها الحوثيون على تحقيق مكاسب سياسية في مشاوراتهم مع الحكومة. تلك المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث، وذلك خلال شهر ديسمبر في السويد، وأسفرت عن توقيع اتفاق بين طرفي الصراع اليمني يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وإخضاع مينائها للإشراف الأممي والسماح بالممرات الإنسانية في المدينة المحاصرة، فضلا عن تبادل الأسرى مع وضع إطار للمفاوضات المستقبلية. العام 2018 شهد كذلك تغيرات داخل الحكومة اليمنية، ففي 15 أكتوبر أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارا بإقالة رئيس الوزراء أحمد بن دغر وإحالته للتحقيق وتعيين معين عبد الملك خلفا له، وذلك على أثر فشل الحكومة في تلافي أضرار إعصار لبنان الذي ضرب شرق البلاد. التغيرات كانت من نصيب حكومة الميليشيا الانقلابية كذلك، إذ انشق عن تلك الحكومة عدد من الوزراء أبرزهم وزير الإعلام عبد السلام جابر الذي خرج في مؤتمر صحفي في الرياض كاشفا فضائح الحوثيين وجرائمهم. الوضع الإنساني في اليمن في 2018 لم يختلف كثيرا عن سابقاتها من السنوات، إذ لا تزال البلاد تشهد أوضاعا إنسانية متردية وتحذيرات أممية من المجاعات والأمراض حال استمر الوضع كما هو عليه الآن.